خلينا نروح لأخبارنا، والبداية من عند الفريق الأول لكرة اليد اللي رجع النهاردة لتدريباته استعدادا لمباراة طلائع الجيش اللي هتتلعب يوم الخميس اللي جاي بإذن الله، والجولة الثانية الأسبوع ده هتكون مع هوليوليدو وهتتلعب يوم الجمعة على صالة النادي. الجهاز الفني بيركز بشكل كبير جدا على الجوانب البدنية، وده طبع شوية أوليفر روي، بيهتم بالجانب البدني حتى لو لحد التمرين اللي قبل المباراة، ما بيخففش الحمل، هو بيعتمد على الأحمال البدنية العالية، خاصة أن الفريق راجع من راحة بقاله يومين، وكمان عملوا تقسيمة بقى كانت بين اللاعبين علشان برضو يطبق بعض الخطط أو يركز على الجزء الخططي في الماتشات اللي جاية ويعالج بعض الأخطاء. الفريق طبعا كان أخذ راحة 48 ساعة بعد الفوز على الزهور في الجولة اللي فاتت، وليه ماتش مؤجل مع الجزيرة مفروض أنه هيتلعب يوم 25 نوفمبر الجاري. إن شاء الله فريقنا يقدر يحقق الفوز كالعادة ويتصدر ترتيب الدوري.